نوع مشاركتي مشارك في التنظيم ومشارك بلوحتين. هذه اللوحة مشارك فيها السنة الماضية، تتكلم عن الخوف من مرض السرطان ومن العمليات بالذات. فالرسالة منها Don't panic because beauty is in your soul. الجمال ينبع من الروح مش من الشكل. فثقة المرأة بنفسها المفروض ما تهتز مع المرض أو مع العمليات. اللوحة الثانية شخصية المعروفة زيتونة، الكل يعرفها. مشاركة هي برضو معانا اليوم بالفستان with the pink ribbon، وتاركة السواد خلفها وتنظر للمستقبل بابتسامة. فهذا المفروض يكون حال كل واحدة، سواء مصابة بالمرض المفروض تتعايش معه، أو مو مصابة المفروض تروح تفحص وتنظر للجانب الإيجابي من الموضوع.